والفائز قد يخطو خطوة عملاقة لحراس اللقب. قد تكون 90 دقيقة فاصلة في هذه المباراة، قد تكون الحصص الإضافية ضرورية للفصل بين الكبيرين، وقد تكون لعبة الحظ في ركلة الترشيح هي عندها الكلمة الأخيرة في لقاء إنجلترا والبرازيل. نحب نقول فكرة على الفريق الإنجليزي أنه اللاعبين الكل يلعبوا في البريمير ليج، ثلاثة من مانشستر، ثلاثة من أرسنال، اثنين من ليفربول، اثنين من ليد، واحد من ويست هام، بينما البرازيل باستثناء ثلاثة يلعبوا في الدوري المحلي، ثمانية محترفين في أوروبا، ثلاثة في الكالتشو، اثنين في الليغا، اثنين في الدوري الفرنسي للشامبيونا، وواحد في البوندسليغا. الانطلاقة الأولى إنجليزية بدون مقدمات، بدون مفتحات، هكذا نريد وهكذا نمني النفس. الكورنر رقم واحد لإنجلترا، ومن سينفذ هو تركيا. بعد دور ثمانيائي تجاوزت فيه انجلترا الدنمارك بالثلاث، وتخطت فيه البرازيل عقبة بلجيكا بثنائية نظيفة. الآن لقاء الكبار. الرأسية الأولى من الفريق الإنجليزي تلقى الحارس راموس أو مارك، حارس نادي بالميرا. انجلترا تسديدة بولي الرأسية والتصدي التاريخي لجوردن بانك حارس الإنجليزي. دعنا من الماضي ولنركز على الحاضر ومستقبل الفريقين في 90 دقيقة. ريفالدو يلعبها على يسار ديفيد سيما. الإجابة الأولى أو ليقل هذا الرد الأول من المنتخب البرازيلي. الجمهور غفير وغفير. حارس السين نوع وديفيد سيما النوع ثاني، لكن من يدري مع روبرتو كارلوس الفصل النوعي موجود. روبرتو يتقدم، كارلوس لاعب ريال مدريد يسدد قوية والكرة في الكورنر، ضربة الزاوية. روبرتو كارلوس في التسديد يحاول وجهتها المدافع الإنجليزي في الركنية. شفتوا كل كول خرج وفق تسديدة روبرتو كارلوس. كل شيء قريب حسابات في هذه المباراة. رونالدينو في التمرير المتتالية، هذه المرة على يسار سيما. خطيرة الكرة الثابتة والمباراة قد تحسم بهذه الطريقة. بالرأس كانت ضائعة، ديفيد سيمان ضاع في خروجه وكاد يفعلها هجوم البرازيل. مساحة للفريق الإنجليزي، الدليل يعني تدخل لوسيو في المناطق الإنجليزية. هذا الخطأ للحارس ديفيد سيمان. السنغال وتركيا، كرة خطيرة للفريق الإنجليزي. يخرج ريفالدو في المرتدة، المرتدة من ريفالدو. ريفالدو رقم 10 يمشي للهجوم، شد الكرة أكثر من اللازم، يلعبها رونالدو الآن. رونالدو من جهة الجناح يدخل منطقة الجزاء، رونالدو يلعب ريفالدو، رونالدو والحارس ديفيد سيمان. اللقطة الأولى الجميلة على طريقة البرازيليين، 1-2 برونالدو ريفالدو، ورونالدو يسدد في الوسط يتصدر الحارس ديفيد سيمان. من حظ سيمان أن الكرة كانت في الوسط، لو كانت في أحد الزاويتين خلاص البرازيل ممكن تاخذ الأسبقية. ديفيد سيمان يلعبها طويلة في لقاء ودي، عدا ذلك السيطرة البرازيلية. مسك الكرة من ريفالدو، حاول التسديد أو التوزيع، لا أدري نية المهاجم البرازيلي ريفالدو، وتدخل الدفاعي. كول يلعبها مع داني ميل، يمس الكرة لميلسكي، ميلسكي يلعبها لمايكل أوين، اختير أوين، كرة الهدف الأول، جول للفريق الإنجليزي، 1-0، خطأ قاتل في خط الظهر على مستوى محور الدفاع البرازيلي ومايكل أوين. هذه هي اللاعبين الكبيرة في الاسم وفي المردود. كولاري في حيرة تامة. انجلترا تاخذ الأسبقية في مطلع الدقيقة 21، ومن أخطأ؟ ميل سليسكي. اسكي على الورق كرة سهلة، لوسيو هيها لمايكل أوين، والفتى الذهبي يؤكد أنه الولد الذهبي لإنجلترا. خطأ العمر يا لوسيو. انطلاقة جديدة في المباراة. لم يظهر مايكل أوين 20 دقيقة ثم سجل الهدف الأول. هذا هو اللاعب اللي يعطيك الإضافة، هذا هو اللاعب اللي في المكان المناسب وفي الوقت المناسب يمنح الأسبقية للمنتخب. إنجلترا تتقدم. الإنجليز لا يصدقون النفس حسب فرحة الإطار الفني. رونالدينو يحاول يدخل في الوسط. رونالدو ممكن أحسن لاعب برازيلي في الدقائق الأولى هذه. يضيع كرة رونالدو، يرفع ويأخذها. رونالدو يمشي كفو على يمينه، يحاول يدخل بمجهود فردي. رونالدو، رونالدو في نصف الجزاء، خطيرة كرة التعادل لرونالدو. ريفالدو
جيلبرتو سيلفا، رائع رونالدو في هذا الدقائق، هو اللي موقف البرازيل امام الفريق الانجليزي. تدرب كره في روك جونيور، فتحت المباراه الان لكل التاويلات ولكل التكهنات. البرازيل بفرصه واحده وبيكام في فرصه ثانيه لتحقيق ثاني الاهداف. حذار يا برازيل او برازيو كما يقولون باللغه البرتغاليه. هدف ثاني لانجلترا الان يعني باي باي مشروع اللقب الخامس في كاس العالم. مايكل اوين من حقك الفرح يا ولد. البرازيل يرجع للهجوم من إد ميلسون كول، يحاول التأكيد على أن القرن الجديد سيكون قرن الكرة الإنجليزية. بيكام لمايكل أوين، يلعبها لداني ميلس، يخرج بيكام يطلب الكرة، يعمل لابيل لكن يلعبها لإسكي بالرأس، خطيرة وكانت صعبة جدا على الحارس ماركوس. أمين إسكي يعني كبرت الشاهية الإنجليزية من أجل الهدف الثاني. امين اسكيب بالراس تقريب من خط 18، ماركوس كان متقدم نسبيا، كانت صعبة لكن ضربة مرمى للبرازيل. ايد ميلسون، جيلبرتو سيلفا يلعبها للوتسيو، وادراك باب الامان لمنتخب برازيلي في وضعية حرجة جدا. انجلترا والفريق الانجليزي واقف مليح في الملعب، متقدم بهدف والمباراة تزداد صعوبتها. يحاول يخلصها روبرتو كارلوس في الشبكة الصغيرة، وعشاق الفانيلا البرازيلية تمنوها في المرمى. ضربة مرمى لدافيد سيما، هذه عادة للتسديدة الأخيرة من روبرتو كارلوس. كورة مباغتة من روبرتو. آخر لقاء بين البرازيل وإنجلترا كان في عام 2000 في ويمبلي، نتيجة كانت التعادل 1-1. سليم المنتخب البرازيلي، الجناح كفو يرفع كرة لرونالدو، ريفالدو، روبرتو كاروس يا نفسه للتسديد، مش ممكن التسديد. روبرتو كاروس شوتت خطيرة، تضرب في ميل، ما زالت، وديفيد سيمان ينهي الأحلام البرازيلية في إدراك التعادل في هذا الشوط الأول. روبرتو كاروس انتظر وبحث على المنفذ للتسديد. هذه الكرة الأخيرة بين سول كامبل وديفيد سيمان. إصابة لديفيد سيمان لكن أيضا اللحظات تربح الآن مهمة جدا. في نهاية الشوط الأول البرازيل 0-1، وهذا عامل معنوي هام جدا قد يؤثر في النتيجة النهائية للمباراة. فين جو ديفيد بيكام ورونالدو، تبقى الكرة برازيلية من روك جونيور، يلعبها طويل على رونالدينو، ياخذها بمجهود من كليبرسون. رونالدينو المرتدة البرازيلية، رونالدينو، رونالدينو، ريفالدو، ريفالدو، ريفالدو في هدف التعادل. البرازيل في الوقت القاتل تعادل النتيجة وتعدل المباراة. فرحة سولاري تقابلها حسرة إريكسون. هدف هام جدا للبرازيل، الصنبة على يميني والصمت في يساري، 1-1. فرحة كبيرة جدا بهدف برازيلي، لا أقول مستحق أو لا، لكن هذه قوة المنتخب البرازيلي. رونالدينو نام 45 دقيقة واستفاق في اللحظة الحاسمة، تلاعب بالدفاع الإنجليزي في المرور، عدى الكرة في موقع سليم لريفالدو. ريفالدو أمام سول كامبل، ما كانش ينجم يعمل أي شيء المدافع الإنجليزي المتميز. نام ريفالدو تيلة الشوط الأول وأنقذ البرازيل في اللحظة الصفر في الوقت الضايع. إنجلترا يعني عملت الخطأ الوحيد في الشوط الأول كلفها هدف التعادل. هذه معطيات الفترة الأولى إذا أصدقائي المشاهدين في تصفيرة الحكم المكسيكي ريزو راموس لإنهاء 5 دقائق أولى كانت مثيرة في آخر دقائقها. تقدمت إنجلترا بهدف مستحق من مايكل أوين في منتصف الشوط، وعدل ريفالدو في الوقت القاتل الوقت البديل. نهاية النشيد الإنجليزي، لكن صدقوني ما هيش نهاية الأحلام الإنجليزية في صعود السيمي فاينل. هذا على اليسار يقول إنجلند وعلى اليمين برازيل، ونحن على باقات الأوائل نتابع المباراة بحس جديد، بحساسية كبيرة، لأنه نعرف عشقنا المنتخب البرازيلي في جانب كبير من العالم العربي، وأيضا بفضل الـ RG ونقلنا لفعاليات البريمير ليج في السنوات 4-5 الأخيرة، في حب وفي عطف على كرة إنجليزية تبقى
مدرسة استثنائية. هذا اللاعب من فريق أتلتيكو بارانينزي. المخالفات المرتكبة 14 على برازيل 9 ضد إنجلترا. رونالدينو يلعب كرة مباشرة والهدف الثاني. الهدف الثاني للمنتخب البرازيلي. رونالدينو في 30 ثانية بين الشوط الأول ونهايته وانطلاقة الشوط الثاني يغير الصبورة اللامعة في ملعب شيزوكا. جول للمنتخب البرازيلي 2-1. أي تعليق وأي صيحة للمعلق البرازيلي على يساري. جول لحد الآن لم ينهيها. الهدف الثاني من رونالدينو. دافيد سيمان في خطأ فادح جدا والبرازيل في المقدمة على إنجلترا. الآن ستكون مباراة مثيرة جدا. إنجلترا ستواصل الهجوم لحين التعديل أو بغاية التعديل أقول، والبرازيل سينكشف أمامها المرمى لأهداف أخرى. رونالدينو أول هدفين في البطولة. كافو يلعبها رونالدينو. لن أحكي عن البرازيل وإنجلترا، سأحكي عن عالمنا العربي العاشق للصنبة والمتيم بالكرة الإنجليزية. أي الفرحة في مكان والخيبة حاليا في مكان ثاني. انقلبت المباراة. هذه مقابلات الكرة وهذه مقابلات الفرق الكبيرة. هام جدا للبرازيل. جول. سيكسر الفريق الإنجليزي الآن على الأنياب وسيلعب الهجوم. يبجي ميلس من الجناح. يلعب كرة لبيكاب خطيرة للإنجليز. ما زالت يو اس كي. نعرف تواضع الدفاع البرازيلي في التسديد وكان هدف التعادل. كاد يفعلها مايكل اوين للمرة الثانية لولا تدخل لوسيو. توصل الكرة لكن توصل ريفالدو. يمشي ريفالدو. ريفالدو يلعب كرة خطيرة لرونالدينو. رونالدينو ممتاز المراوغة. جسدية كانت رائعة. الخطأ والكارت الأحمر. الكارت الأحمر لرونالدينو. أنت البطل في السراء والذراء للبرازيليين. سجل هدف ثاني. خرج كارت أحمر. أين الكارت الأحمر؟ ممكن قاسية جدا وليس من اختصاص. صافرة الحكم مع الكابتن ناجي توضح الأمور. ميسيز نيكست ماتش. أكيد ورقة حمراء. لن يتواجد رونالدينو في تواجد البرازيل لأن المباراة الآن طويلة جدا. 2-1. راموس المكسيكي يحدث بهذا الإقصاء لرونالدينو منعرج المباراة. سكولاري تتغير أوراقه وحساباته. خرج هداف المونديال لرونالدو بخمس أهداف وادخل إيدلسون لاعب نادي كروزيرو. نادي كروزيرو هذا اللي جابنا جونيور لاعب الشهير في الثمانينات. كان بطل الليبرتادورس لعام 76. وعلى فكرة الكرة البرازيلية حسوها عايدة للقمة في دورة تولون الفرنسية للآمال. ثم سوء تقدير للكرة من حارس ديفيد سيمان وهذا يحصل. وهدف ثاني من رونالدينو. الفريق الإنجليزي مقارب جدا من هدف التعادل. من المدافع الظهير داني ميلز قدم مقابلة طيبة جدا. داني ميلز التسديدة في الركنية. ضربة فيروخ جونيور بمهاجم واحد للفريق البرازيلي هو إيدلسون مكان رونالدو. إنجلترا يخرج مايكل أوين. تغييرات المفاجآت. خرج رونالدو لم نتوقع ذلك ودخل إيدلسون. والآن من الجانب الإنجليزي إريكسون يخرج مايكل أوين اللي كان يعاني من إصابة. قدم صوت أول هام جدا من خلال تسجيل الهدف لكن ما ظهرش مايكل أوين. والتغيير بدخول داريوس فاسيل. أربعة وثلاثين دقيقة في زمن الشوط الثاني. أوفسايد. تسلل تيدي شيرينغهام لاعب الخبرة 36 سنة هداف توتنهام. يدخل مكان رقم 3 أشلي كول. تغييرات هجومية من المدرب سفين غوران إريكسون. هذا طبيعي في ظل النتيجة في المباراة. في الدقيقة 90 خلاص المباراة لفظت الفيصل الأخيرة. الثواني واللحظات الأخيرة. تتقدم البرازيل وإنجلترا في الهجوم وكان ممكن هدف التعادل من سول كامبل. 10 ثواني على النهاية في الوقت الأصلي. ماذا سيضيف الحكم المكسيكي راموس؟
علي بوسيم قريب من وسط الملعب يرفع الصبورة. أربع دقائق الإثارة موجودة في دقائق أربع قادمة. تهاني مع الأساسيين. كولاري يطلب التغيير بوجود رقم 14 أندرسون بولغا. الحكام يقول العب لثواني معدودة. هذه الفرحة البرازيلية. الاحتياطيين مع الأساسيين في مشوار الحلم البرازيلي من أجل كأس الخامسة. لابينتا الخامسة للبرازيل. إنجلترا قدمت مونديال جيد. قدمت شوط أول كبير على المستوى التكتيكي والانضباط. تقدمت بهدف مايكل أوين. لكن رونالدينو كان بطل المباراة والرجل الأول في هذا اللقاء. خرج بالكرت الأحمر. لكن بعد أن رفع البطاقة والإشارة الحمراء علامة ستوب لمواصلة الرحلة الإنجليزية.